كده يا حبايب قلبي، بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا اهو، الرز بتاعنا معاكم اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ودي الفراخ المشويه معاكم اهي، عاملينها في الفرن البلدي زي ما انتم شايفين معاكم، والرز طبخنا معاكم على القانون زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. ده الرز بلسان عصفور. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، النهارده هنعمل صينيه فراخ، هنشويها، مش هنعملها لا في شوربه ولا صلصه ولا في كلام من ده، احنا هنعملها في سواق في عرقها ونشويها نحمرها في الفرن كده زي ما انتم شايفين معايا يا حبايب قلبي. دي الفراخ بتاعتنا اهي مغسوله ونضيفه زي ما انتم شايفين، مصفينها من الميه بتاعتها. معانا هنا طماطم، حبيتين من الطماطم ترنشات اهو، وبرده حبيتين فلفل، واحد حار واحد حلو. ومعانا هنا بصلتين كبار مقطعينهم جوانح، ومعانا هنا شويه من الكزبره، ودي البهارات بتاعتنا، كركم وملح وبهارات فراخ وفلفل اسمر وقرفه زي ما انتم شايفين معايا يا حبايب قلبي. اي بهارات عندك عايزه تضيفها بتضيفها انت براحتك برده زي ما انت شايف. دلوقتي يا حبايب قلبي انا حطيت هنا الصينيه على النار اهو، خليكم معايا بس اجيب معلقه سمنه بلدي احطها في الارضيه. اهي يا حبايبي حطينا السمنه البلدي بتاعتنا اهو، قبل ما تسيح قوي لازم نحط نضيف المحتويات بتاعتنا، لان انتوا عارفين السمنه البلدي لو ساحت سخن زياده عن اللزوم بتتحرق، بتطلع دخنه ويبقى لها ريحه وحشه، فلازم ما تسيبهاش انها تسيح قوي عشان ما تتحرقش منك. اهي يا حبايبي هنبدا نضيف نص البصل، ده نص البصل بتاعنا اهو، نضيف نص الفلفل، وبرده نص الطماطم، وبرده نص الكزبرة. دول هنتبلهم نص تتبيله كده يبقوا تحت الفراخ، والباقي هنعمله فوق من ايه؟ فوق الفراخ عشان تبقى شاربه من فوق ومن تحت من التتبيله بتاعتها. هنتبلها شويه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي شوحناها تشويحه خفيفه اهو، زي ما انتم شايفين كده نبدا نرص الفراخ بتاعتنا. هدي النار شويه، هرص الفراخ بس يا حبايبي وارجع لكم لان اللي بصور بايدي وبشتغل فانا مش عارفه اصور وقت الحلقه. هرص الفراخ وارجع لكم كده يا حبايبي. رصيت الفراخ بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى اضيف بقيه المستويات بتاعتنا، بقيه الخضار اللي هنا هبدا اضيفه عليها. ما اقولكوش الخضار ده مع السمنه البلدي الله والله هو جميل جميل، عامل ريحه روعه، عامل ريحه جميله والله. الكزبره دي جايه طازه لسه من الارض جميله. يا حبايبي كده شايفين الشكل ده، مفيش اروع من كده. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، الكركم ده يخليها صفرة وجميل زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. بقى اغطي عليها كده خلاص يا حبايبي، انا ضفت كل حاجه اهو، اغطي عليها بقى واسيبها تاخد مع بعضها كده، تاخد وتدي بشكل ود زي ما انتم شايفين كده، بتستوي في عرقها خالص، واقلبها وبعدين نحطها في الفرن. خليكم معايا يا حبايبي زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، الفراخ بتاعتنا خلاص استوت اهي، بدات تنشف من الميه بتاعتها اهو، تبقى لما تنشف خالص وبعدين نحطها في الفرن. ومعانا هنا برده يا حبايبي عملت شويه لسان عصفور، حطيت معلقه سمنه كبيره الاول بلدي، وحطيت شويه لسان عصفور، صفرتهم بس كده، وضفت عليهم قدهم رز وحمرهم في بعضهم حلو، وبعدين اقلبهم في الرز. ما عنديش شعريه بقى، مخلصش شعريه، وقلت اتصرف ما اوقفش العمل، فلقيت عندي لسان عصفور فقلت احمر لسان عصفور مكان الشعريه. محمر يا حبايبي وارجع لكم تاني.
كده يا حبايبي قلبنا الرز بتاعنا اطفى لسان العصفور، وضفنا عليه الملح والكمون بتاعنا والفلافل زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اضيف الميه عليه واخده اطبخه على الكانون لان الانبوبه بتاعتي بتشد. خليكم معايا يا حبايبي وانا بطبخه. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو، ولعت الرز اهو، ولعت على الرز، ولعت له الكانون لان الانبوبه عندي بتشطب، فانا ولعت هنا بحطب وخشب اهو. ولعت برضو معاكم الفرن عشان اجيب فيه صينيه الفراخ. اولع الفرن وقتها حلو، وبعدين اجيب الفراخ تبقى النار هاديه كده عشان تحمر براحتها. خلاص الرز بتاعنا يا حبايبي نشوف اهو، خلاص صينية الفراخ بتاعتنا في الفرن اهي، جبتها بقى على نار هادية، النار خلاص اهي بدأت تطفى اهي، بس بقى احمرها على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده. هاي يا حبايبي احمرها واخلصها وارجع لكم. شايفين يا حبايبي انا حمرتها على الوش الاولاني اهو زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اقلبها على الوش التاني عشان احمرها برضو كده. يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا اهو، الرز بتاعنا معاكم اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، ودي الفراخ المشويه معاكم اهي، عاملينها في الفرن البلدي زي ما انتوا شايفين معاكم، والرز طبخنا معاكم على الكانون زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. ده الرز بلسان عصفور. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.